نظمت وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية عيد العمال، وذلك في مسرح 23 يوليو بحضور قيادات ومسؤولي وزارة الثقافة وعشرات العمال من شركة مصر للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص. وشهد الحفل عروضا فنية متنوعة تتضمن التاريخ العمالي ودورهم في بناء الوطن وما يشهده القطاع العمالي من بناء وتطوير واهتمام من القيادات السياسية. احنا احتفالية عيد العمال السنة دي عاملين لها احتفالية كبيرة جدا، وعاملين احتفالات في كل محافظات مصر، يمكن أكتر من معظم محافظات مصر فيها احتفاليات، عروض فنية ومناقشات ومناقشات ومحاضرات حول عيد العمال وحول أهمية العامل والعمال في مصر، لأن العامل هو أساس العمل وأساس النجاح في أي دولة. كنا شغالين من الأمس على تنظيم الحفل كامل من حيث المايكات، من حيث معدات الصوت، من حيث الكراسي، بتنظيم فرقة المسرح شخصيا، فرقة التمثيل، بأن هم يشرفوا على السادة الضيوف واستقبالهم، وده كان في حد ذاته طبعا شرف لوجود عيد العمال في مدينة المحلة الكبرى، المدينة العمالية.